يا اهلا بحضراتكم مره تانية. نروح بقى للصحافه الرياضيه وزميله هنا ابو القاسم الموجوده هي حاليا في مقر جريده الشروق. يا هنا صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، ومن داخل مقر جريدة الشروق هاخدكم في جولة لأبرز وأهم أخبار الصحف الرياضية الصادرة اليوم. البداية من اليوم السابح، صلاح رابعا أعلى 10 رواتب لنجوم كرة القدم في العالم. تواجد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في المرتبة الرابعة بقائمة اللاعبين الأعلى حصولا على رواتب في كرة القدم ب 400 ألف جنيه استرليني أسبوعيا. ده طبعا وفقا لما أعلنته صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير لها بعد تجديد الفرعون المصري مع الريدز حتى نهاية موسم 2025. وجاءت قائمة أعلى اللاعبين حصولا على أجر في العالم حسب زي ما قلت ديلي ميل. في المقدمة بيأتي اللاعب امبابي واللي بيحصل على مليون جنيه استرليني أسبوعيا، يليه اللاعب ليونيل ميسي اللي بيحصل على 960 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، يلي اللاعب نيمار بيحصل على 606 ألف جنيه استرليني أسبوعيا. بعد كده طبعا النجم المصري نجم ليفربول محمد صلاح بيحصل على 400 ألف جنيه استرليني أسبوعيا. يلي في المركز الخامس اللاعب كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد واللي بيحصل على 385 ألف جنيه استرليني أسبوعيا. نروح بقى لجريدة الشروق. وبيع 1,800,000 تذكرة قبل مونديال 2022. كشف طبعا حسن ربيعة مدير التسويقي في بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 إن المرحلة القادمة لطرح التذاكر المقررة هتكون إن شاء الله غدا الثلاثاء، ودي طبعا بتعد فرصة ذهبية لاقتناص مقعد في مباريات البطولة. ده طبعا نظرا لمحدودية التذاكر بعد بيع قرابة 1,800,000 ألف تذكرة خلال المراحل الماضية. يعني طبعا المرحلة دي هتستمر وهتبدأ بداية من الثلاثاء طبعا اللي هو غدا، وهتغلق أبوابها يوم 16 أغسطس المقبل. يعني طبعا كمان الخبر كان تحدث على عدد التذاكر المسموح للشخص، ويستطيع المشجع شراء 6 تذاكر على الأكثر لكل مباراة و60 تذكرة كحد أقصى بجميع مباريات البطولة. وكمان ممكن للمشجع حضور أكثر من مباراة واحدة في اليوم الواحد، ده طبعا خلال دور المجموعات. يعني طبعا المونديال بيكون الحدث الأكبر اللي الجميع في العالم بينتظره. نروح بقى لموقع كورة وبالأرقام، ألمانيا تهيمن على يورو السيدات. يعني خلاص طبعا اقترب انطلاق فعاليات النسخة الـ 13 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم للسيدات يورو 2022. سيكون جميع الأبطال السابقين للبطولة المشاركين في هذه النسخة طبعا اللي هتستضيفها إنجلترا من 6 وحتى 31 يوليو الحالي. على مدار الـ 12 نسخة الماضية فرضت 4 منتخبات هيمنتها على اللقب، برغم طبعا التطور الهائل في مستوى كرة القدم النسائية بالقارة الأوروبية. وبيستحوذ المنتخب الألماني على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب، وحصل عليه 8 مرات، بعد كده في مقابل مرتين لنظير والنرويجي ولقب واحد للسويد ولهولندا. يعني طبعا منتظرين بقى نشوف مين الفائز لهذه النسخة، هل ألمانيا هتعزز رقمها القياسي ولا هيكون في فائز جديد. أخيرا بقى نروح لموقع في الجول ورومانو. مانشستر يونايتد حسم صفقة مالاسيا والإعلان قريبا. يعني خلاص أتم مانشستر يونايتد صفقة التعاقد مع تاير المالاسيا ظهير فاينرد الهولندي. طبعا ده كان بحسب الصحفي فابريتزو رومانو، وقال رومانو أن اللاعب الرسمي خلاص بات خلاص لمانشستر يونايتد، والإعلان الرسمي هيكون قريبا جدا. يعني بالفعل كان أجرى مالاسيا الجزء الأول من الكشف الطبي أمس، والنهاردة إن شاء الله هيجري الجزء النهائي. يعني دي كانت أبرز أخبار الصحف الرياضية الصادرة اليوم، والآن العودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم على هذه التغطية الصحفية المتميزة.